الولايات المتحدة تدعو إيران إلى وقف تمكين الحوثيين والميليشيات الحوثية من إطلاق الصواريخ ضد السعودية وجيرانها، وهنا في هذا المستودع عادلة كافية لا جدال فيها لإنكار وإدانة إيران ودورها الخبيث في المنطقة. بالتأكيد الولايات المتحدة تسعى دبلوماسيا لحلحلة ولنزع فتيل هذه الأزمة مع إيران، ولذلك نتعامل مع الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي لإحتواء إيران ولمواجهة التهديد.